السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أهلا بكم جميعا على قناة زكريا للمعلومات. إن كنت تعاني من مشكلة النوم المتأخر وعدم الاستيقاظ باكرا فأنت في المكان المناسب، لقد وجدت لك الحل. كل هذا وأكثر بعد فاصل قصير ونعود. شرحنا اليوم سيكون عبارة عن تطبيقين. الأول هو تطبيق سليب جونيور، وهو تطبيق معترف به من وكالة نازا الأمريكية، يساعد على النوم. طريقة تشغيله أصدقائي طريقة سهلة جدا، كل ما عليك هو تحميله. تجدون رابط تحميله أسفل الفيديو. ثم بعد ذلك يجب عليك استخدام سماعات ذو جودة متوسطة، ثم تقومون بتشغيل التطبيق. تقومون بتشغيله ووضعه على إن أردتم 90 دقيقة أو 180 دقيقة، أو يشتغل دائما حتى تقومون بتوقيفه. تضغطون على ستار ثم تسترخون وتركزون على الأصوات. وهو عن تجربة شخصية، فقد غرقت في نوم عميق بعد تجربته الأولى لي. ولا أطول عليكم، ننتقل إلى التطبيق الثاني. أما التطبيق الثاني فهو مكمل للتطبيق الأول. عندما تنام باكرا يجب عليك الاستيقاظ باكرا، فهو عبارة عن منبه، ولكن عندما تضبطه ويرن عليك يجب القيام من السرير والمشي به 15 خطوة حتى يتوقف. سنضبطه ونجربه معكم. نتجنب الإعلانات، سنضبطه على نقوم بضبطه. سأضبطه وأرجع لكم. لقد ضبطته أصدقائي على الوقت، وسننتظر بضع ثواني حتى يرن. سأنتظر معكم، ولا تنسوا أصدقائي الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتدعمونا دائما. كما ترون ها هو يرن ولن يتوقف. كما ترون يجب علينا أن نمشي به 15 خطوة. كما ترون يجب أن نتمشى به. كما ترون قمت بجولة معه. كما ترون قد انطفأ. كان هذا شرحنا في هذه الحلقة، أتمنى أنه أفادكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونشكركم على حسن المتابعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.